بلادي هي الجزائر وعليهم وراني حواير وبنيت روح لها صنايه وبالفكر كيف سواها. محاربو الصحراء بلد المليون شهيد أحفاد عبد القادر الجزائري والخضر، جميعها ألقاب توصلنا إلى اسم واحد الجزائر. أوصاف كثيرة وكلام طويل نحتاجه للحديث عن الجزائر ونجومها، فهو عام رياضي جزائري بامتياز محليا وقاريا وعالميا. البداية مع الأخضر الجزائري المتصدر المنتخبات الإفريقية والعربية في التصنيف العالمي للفيفا، لا تقاب قوسين أو أدنى من بلوغ بطولة أمم إفريقيا في الجابون، وهو المتصدر لمجموعته دون أي خسارة، كما ينافس لاعبيه العرب هلال سوداني وإسلام سليماني على صدارة الهدافين. ومن المنتخب الوطني إلى إثارة الدوري الجزائري الذي توج بلقبه اتحاد العاصمة قبل 3 جولات على النهاية. لقب اتحاد العاصمة هذا هو اللقب 7 في تاريخه. اتحاد الجزائر هو ذاته الفريق الذي خسر نهائي البطولة الماضية لدوري أبطال إفريقيا، في حين يمثل وفاق سطيف الجزائر في دور 8 من ذات البطولة القارية هذا العام. ومن إنجازات الجزائر في القارة السمراء إلى القارة العجوز، حيث شهدت تألق العديد من النجوم الجزائرية التي سطرت أسماءها بقوة في سماء دورياتها. وهذه النجوم كثيرة وكثيرة، ولكن كان أبرزها رياض محرز وسفيان هني وإسلام سليماني وياسين إبراهيمي وفوزي غلام وغيرهم الكثير. رياض محرز توج بلقب أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز بعد أن أبهر الجميع بأدائه ومهاراته، وقاد ناديه ليستر سيتي لحصد لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لأول مرة في تاريخه، سواء عبر التسجيل أو صناعة الأهداف، ليكون أول لاعب عربي وإفريقي ينال هذه الجائزة. في بلجيكا سطع اسم جزائري آخر هو سفيان هني المحترف بنادي مالينز، والذي توج بجائزة أفضل لاعب في الدوري البلجيكي الممتاز بعد الأداء المتميز الذي قدمه مع فريقه، ليجعل عديد الأندية تتصارع للظفر بخدماته. تمكن بعدها فريق أندرلخت من التوقيع معه ل4 مواسم. إسلام سليماني أحد محاربي الصحراء أيضا ينافس على لقب الهداف في الدوري البرتغالي رفقة فريق سبورتنج لشبونة، كما يتصدر قائمة أفضل الهدافين الأفارقة في الدوريات الأوروبية. ياسين إبراهيمي نجم بورتو البرتغالي، أداؤه ومتعته مع ناديه جعلت عمالقة أوروبا تتنافس للتوقيع معه، أبرزها ليفربول وميلان ويوفنتوس وفولفسبورغ. وبالحديث عن الإبداع والنجومية الجزائرية، فلا بد لنا من ذكر الجمهور الجزائري العاشق لكرة القدم، والذي يقدم كافة صور الإمتاع الكروي الرائع، الذي أترك لكم مشاهدة بعضه. نور الجاموس، صدى الملاعب. قبل أن نتحدث عن نجوم